عايز تفرح وانت بتلعب النادي الاهلي، استنى بس لما الحكم يصفر. اوعى تفرح قبل صفاره الحكم، اوعى تفرح، اوعى تعمل كده قبل صفاره الحكم. الف الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، سعداء جدا ومبسوطين وفرحانين، وقد ايه من جوانا فرحه كبيره جدا. مش فرحه عشان ان انت كسبت، على الرغم ان المباراه بطوله مهمه جدا، بتقربك بمين؟ بتقربك بمين؟ بريال مدريد. بتقربك، بتقرب النادي الاهلي بريال مدريد. احنا 24 دلوقتي وريال مدريد 26. على فكره انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. انا عارف ان كل جمهور النادي الاهلي عارف الكلام اللي انا بقوله ده كويس جدا، ولكن هناك بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيقول لي يا عم بقى انت تقعد تكلمنا عن ريال مدريد وبتاع، خليكم في الاهلي. ايوه احنا في الاهلي، ده كلامنا، كلام الناس الكبار مع الفرق العالميه الكبيره. احنا داخلين في 24 بطوله، او خدنا 24 بطوله قاريه، ريال مدريد واخد 26 بطوله قاريه، وبالتالي بنقترب كل شويه بريال مدريد المنافس بتاعنا. اللي بعدي على طول برشلونه بالمناسبه، 20 بطوله لغايه دلوقتي، الله اعلم ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. وان شاء الله عندي دوري ابطال افريقيا، هتبقى ان شاء الله المره ال11 والبطوله رقم 25 تدخل دولاب النادي الاهلي. ده مهم جدا جدا جدا. الف مبروك يا اهلاويه، كل الاهلاويه مبسوطين النهارده، كلنا فرحانين. عندنا اخطاء وسلبيات، عندنا، محدش هيقول لا ابدا، ولكن دايما وانا بتكلم